برضو السؤال اللي الناس دايما بتتكلم فيه، هل الاهلي اداؤه تحول بعد مباراه سان داونز؟ هل هزيمه سان داونز كانت مفيده للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي اكيد يعني كان عنده حافز قوي جدا، ولعبته بعد مباراه سان داونز ان هو يعني يلعب ماتشات وينسي الناس النتيجه الثقيله. الحلو في الموضوع النادي الاهلي اصطدم، اعتقد على ما اتذكر يعني، اصطدم بالقطن الكاميروني. والقطن الكاميروني على ارضه كان ناس مستصعبه الموضوع، فالماتش ده النادي الاهلي كسب 4 على ما اتذكر، وكان الماتش ده كان نقطه تحول في انه خلى فارق الاهداف لصالحه على الهلال السوداني. تاني يوم الهلال اطهر الطاهر راح مضيع ضربه الجزاء، فكل ده بتعلي نفسيا لعيبه النادي الاهلي وبترجع لهم الامل. كمان دخول اكتر من 50-60 ألف متفرج مباراه الهلال، الفوز 3-0، كل ده نقاط تحول نفسيه وذهنيه وتركيز. بنسبه كام في الميه ممكن النادي الاهلي من وجهه نظرك فنيا ياخد بطوله افريقيه؟ بص يا كابتن زيد، انا استعنت بكلمتك امبارح، كنت بعمل لايف على صفحتي استعنت كلمتك، قلت ان سان داونز في حته تانية بالنسبه للفرق الثمانيه اللي موجودين في البطوله. سان داونز في حته تانية، والاهلي في حته ثالثه، وبقيه الفرق عاديه. تمام. النادي الاهلي من وجهه نظري مع الترجي فرصه فوق ال 80% يصل للمباراه النهائيه. سان داونز مع الوداد رغم ان هم طلعوا بالعافيه على ايد يعني بضربات الجزاء، لكن يبقى الوداد فريق متمرس. تمام. وجمهوره جمهور قوي جدا. 60-40 لسان داونز. اذا فرص النادي الاهلي امام الترجي اعلى من فرص سان داونز امام الوداد، يعني 60-40. راح سان داونز والاهلي، راح سان داونز والنادي الاهلي. المباراه الثانيه هتكون في جنوب افريقيا، يعني مباراه الاياب هتكون في مصر، ومباراه العوده هتكون في. الميزه بقى عن الماتشات اللي فاتت ان النادي الاهلي هيكون اكتر من 60 ألف متفرج موجودين في استاد القاهره، ودول بيحركوا الزلط، يعني يحركوا اي حد. القصه بس ان نفسيا لعيبه الاهلي دايما عندهم تخوف شويه من ماتشات سان داونز، لان تاثير النفسي على الهزيمه ماتشين 5-0. ماتش سان داونز والاهلي لو في المباراه النهائيه كام في الميه؟ نسب سان داونز قد تكون 55-45. كابتن هشام. بص يا كابتن، هو الاختلاف هنا بوضحه لكابتن خالد، ان الدوري المجموعات المجموعه في الاول غير النوك اوت. سياستك وانت بتلعب على النقاط غير وانت بتلعب على ماتش 90 دقيقه فاصله، او 45 و45، يعني اللي هنا اللي هو شوط اول وشوط تاني هنا يعني. فالسياسه مختلفه. ما فيش شك ان المعنويات عاليه جدا جدا، ان الهلال يضيع ضربه جزاء فالاهلي يبقى عنده الامل ان يرجع تاني للبطوله ويرجع بقوه. حتى امبارح ضربه الجزاء اللي جت في نفس التوقيت النادي الاهلي جاب هنا جون في الشوط الاولاني، انها تضيع تحس ان البطوله بتقرب شويه لغايه الماتش الفاينل مع سان داونز. انا شايف ان سان داونز هو فرصه اقوى ان هو يصعد مع النادي الاهلي. لكن هو فريق كبير سان داونز، فريق قوي، بس الاهلي كسب قبل كده سان داونز، واحنا كسبناه قبل كده كتير وانا بلعب كسبناه. هما دلوقتي المفروض كلعيبه حافظين بعض، لان الراجل هو ما بيغيرش التشكيل قوي هناك، وهم لعيبه عندهم رتم سريع جدا جدا، بيلعبوا كوره حديثه جدا، ما بيشاركوش في بطولات كتير. هم الدوري فارقين اصلا بفارق كبير قوي، انا ما اعرفش ازاي النهارده بيراميدز خرج من يعني هارد لك طبعا، بس انا ما اعرفش يعني لغز كبير قوي انه يخرج من فرقه السادس او السابع على الدوري هناك يعني. لكن 14 الارقام ال 14 كمان. طيب يعني مفاجاه بالنسبه لي. فيعني سان داونز فارق اصلا، يعني هو بيلعب لوحده وباقي الفرق زي ما قال خالد كده ايه يعني في حته ثانيه. يعني في حاله مؤقته النادي الاهلي في المباراه النهائيه لسان داونز انا بقول 50-50. 50-50 ما اقدرش اتوقع فيها مين اللي يكسب. لكن انت المفروض عندك ماتش على ملعبك، لازم ما تفرطش فيه. مين اللعيبه هنا فرطت فيه؟ مين لعيبه النادي الاهلي في المرحله دي النادي الاهلي ما يقدرش يعوض؟ غيابه مؤثر في المباراه دي تحديدا لو وصل للمباراه اللي جايه، ولا في التوقيت ده نفسه؟ مش مره في التوقيت اللي احنا فيه ده. في التوقيت ده يعني انا عايز عمرو سوليه يرجع تاني يبقى بكامل عافيته يعني. لا انا مش بتكلم، مش ده سؤال يا كابتن، مش عايز مين يرجع، انا بتكلم الاهلي دلوقتي. مين اللعيب اللي فايق في الاهلي دلوقتي لو غاب الاهلي يتأثر؟ اللعيب اللي فايق
بص هم دلوقتي لا فريق جماعي بصراحه، ما عنديش حد الاهلي النهارده والماتشين تقيمهم اللي الاهلي بقى فريق جماعي لعيب او اتنين. هقول لك ليه، ديانج امبارح مش احسن حاجه بس في وسط المنظومه الدفاعيه بتاعت النادي الاهلي امبارح هو مش عامل خلل، لكن هو مش ده ديانج اللي احنا كنا متعودين عليه. طب مين؟ لكن انا انت عايز توصل للعيب واحد يعني انا شايف ان الشناوي كابتن خالد. بص يا كابتن سيف، في اي فريق في الدنيا في عمود فقري يعني عمود بيعتمد عليه الفرقه. انا شايف ان محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، مروان عطيه مروان عطيه من اللعيبه المميزه جدا. عندك كهربا. شايف ان الاطراف محمد هاني فايق جدا وعلي معلول، الاثنين لعيبه مفاتيح لعب كبيره جدا بجانب حمدي فتحي. مين اللعيب الاكثر تاثيرا؟ لعيب واحد. بص يا كابتن، النادي الاهلي لا يعتمد على المهاره، يعتمد على الجمعيه. الجمعيه ماشي، بس في اكيد لاعب متالق دلوقتي لو غاب ما اقول لحضرتك ليه يا كابتن. اقول لحضرتك ليه، لو غاب ياسر ابراهيم، وكان متالق امبارح جدا يعني من نجوم اللقاء، لو غاب ياسر ابراهيم في محمود متولي، لو غاب السولية في اليو ديانج، لو غاب مروان عطيه في حمدي فتحي، لو غاب محمد كهربا في محمد الشريف، لكن لو غاب محمد هاني في خلع فتاح، بس محمد هو اللي فيه. انا شايف الشناوي كده. علي معلول لو غاب مفيش البديل. ولو غاب الشناوي؟ الشناوي طبعا خبرات كبيره جدا. والشناوي لو غاب لكن يعني انا بقعد افتكر قعدتنا مع بعض. الشناوي مش شايف. محمد هاني ممكن يمشي من الفرقه. الشناوي مش شايف محمد قفشة ضيع ضرب الجزاء لازم الجمهور ما يعرفش ليه عادتنا ومحمد شناوي في حته ثانيه. ايوه ودي عادتنا. ايوه شوف انا بقول لك سبحان الله يعني انت ذاكرتك هي دي كلها. السمك زي السمك كابتن. انا بتكلم على ردود افعال الناس. ايوه احنا قريب جدا من الكوره يا خالد. انت راجل حلو الكوره. احنا انت في حته ثانيه واحنا غير موفق. صح ايوه بس انا معلش كنت بختلف معاك ساعتها كابتن سيف. انت بتقول ان في حته ثانيه ومحدش قريب منه. فبعد كده ابو جبل كسر الدنيا في كاس الامم بس ما كملش. صح بس هو دلوقتي في حته ثانيه. شنو في اخر ماتشات دي؟ اخر ماتشات دي صح ماشي. ايوه بس في حته ثانيه ده يعني في حد قريب منه؟ في محمد صبحي حارس كويس جدا. محمد صبحي انا مش بتكلم انه كويس، انا بتكلم ان اداء مع فريقه كابتن. ممكن يكون حارس هايل جدا بس الفتره دي مش في افضل حاجه. بس الشناوي عدى بفتره ما كانش في افضل حاجه. كابتن سيف، محمد الشناوي له ثقله داخل النادي الاهلي. صح. لعيب حارس مهم وحارس كبير. لكن مثلا لو مصر بتلعب مثلا بمحمد صبحي او مصر بتلعب بمحمد الشناوي في الماتشات اللي هي زي ملاوي يعني جابوا جبل. لكن في النادي الاهلي طبعا بسبب الخبرات المتراكمه فرق بينه وبين علي لطفي.